قال مع حضرتك مفروض جديد. كلنا عارفين ان الستاد فريندر غالي طبعا، وعدى الوقت 2000 ونص و2800 احنا دلوقتي هنعمل مشروع حلو قوي، هنعمل تلفزيون لابا روسو ده، فاكرينه؟ فاكرين التلفزيون ده؟ ده هنفضي خالص، هنشيل العده بتاعته كلها كلها من جوه، الشاشه بالشاسيه كله تمام، مش هيلزمنا في حاجه. وهنجيب شاشه عربيه، عارفين شاشه العربيه دي الصغيره دي، هنثبتها في الوش هنا تمام. واقول لك انا فكره جميله قوي، وركز معايا، هنلاقي جهاز شحن وبطاريه زي الساد فندر بالظبط، وانضف منه كمان. على الاقل هيبقى احنا كل حاجه عاملينها معموله على ايدينا، انضف منه كمان تمام. فاحنا بعد ما ركبنا الشاشه ولزقناها الشمع، الشاشه اهيت دي كانت بتركب المشطير بتاع العربيه عشان الكاميرا وكده، احنا لزقناها في الوش هنا اهي تمام، بدل بتاعته العاديه ديت طبعا معروف ان ده ابيض واسود، فاحنا نحوله الوان تمام. بعد ما اللزقه دي هنفتح هنا كمان الرصفر هنا كده، الشنيور او بالكاويه لو عندك كاويه تمام، هنفتح على قد الرصفر صفر معالج عالي، وهنثبته هنا وارجع لكم تاني واقول لك تعمل ايه عشان لسه نعمل دايره الصوت والشحن وكل حاجه. وهنستغل الترانز اللي جوه ده، المحول اللي 12 فولت تمام، هنستغل المحول ده وعامل لك قناه فيديو خاصه بالشاشه الداخليه وقناه فيديو خاصه بالشاشه الخارجيه عشان لو بتوصل الكاميرات عليه ولا حاجه. فركز معايا بس واحده واحده كده، هركب الرصفر ده الاول، هنفحط له هنا تمام في الوش، انا قطعت بس لسه ما كملتش، وهنثبت الوش ده عشان نقلب ونعمل كل حاجه، وفي الساعه كمان تبقى ظاهره هنا تمام. فركز معايا بس هرجع لك تاني تمام. كده كده قطعنا على قد الرصفر بالظبط اهو، قطعنا على قد الرصفر بالظبط، حبيت الرصفر يبقى بالشكل ده تمام كده، يبقى بالشكل ده. ولسه هنعمل مفتاح هنا فوليوم يعلي يوطي عشان يبقى اسرع من الريموت، لو عاوز توطي من هنا برضو عادي، ومش مهم مفتاح الصوت هنخليه يوطي من الرصفر احسن تمام. كده الشكل العام اهو. طيب هنوصل بقى الاول، وهنلزق طبعا، هنلزق في الاخر بالشمع. طيب كده احنا معانا سلك الكاميرا دي تمام، هنقطع السلك كده خالص عشان هنعوز الوقت برضو. السلك اهو، السلك ده فيه كهرباء وارضي وقناة فيديو وقناة فيديو، اقول لك ازاي. عندنا الابيض ده قناة فيديو، والاصفر ده قناة فيديو، وده ارضي ده، الاحمر ده كهرباء، والاصفر ده تمام. اوريك الصوره كده، الاحمر ده كهرباء، والابيض ده قناه فيديو وقناه فيديو، والاسمر ده ارضي تمام كده. هقول لك دلوقتي هتوصل ازاي، خليك معايا ركز معايا كده. كده الرصفر اهو تمام، بقيت الوش، وكمان ركبت سويتش الفتح والقفل تمام، سلكين السويتش اهو تمام، دي اسلاك السويتش. وعندك هتجيب وصلة 3 في 1، بدل ما نحرر الرصفر وندمره هنجيب وصلة بس 3 في 1 اهو، ده الارض كله، وهنا الاصفر، الاصفر فيديو تمام، الاصفر فيديو ده ارض كله، اصفر فيديو ده صوت، الاتنين دول صوت تمام. دي في الوصلة 3 في 1، في التلاتة وصلة 3 في 1 تمام. جاك عادة في كهربا، وكمان هتعمل وصلة زي دي قاعدة ال ان بي تمام، بيف كونكتور ديت هتركب هنا، عملت كده مكان في العلبة هنا تمام، هركب من جوه كده تمام، ونركب لها سمولة عشان ما تخشش جوه
ده تبقى وسط الطبق. تمام كده، هنجمد عليها شيكة من جوه عشان ما تلفش. استنى طول معانا. لا اهو تمام كده، السلك بتاعها اهو ده هيركب هنا في السفر عادة زي ما احنا بنوصل عادة في اي سفر. تمام، تمام كده عندك كهربة السفر، وده مفتاح، ده مفتاح، ده كهربة الرصفر. سمع فرق القمر شوية، ده وصل 3 في 1 اهي، وده باور بتاع الرصفر، وده السويتش، وده أسلاك الشاشة. تمام، طيب وده البطارية، بطارية ليثيوم وزارة شحن لها. تمام كده، وده دار التوحيد هركبها للمحول عشان يشحن. ايه دائرة التوحيد عندك 4 سلكونات، 2 مش هتفرق لان الكهرباء هتخش على الترانز، والترانز هيخش ايه على دائرة الشحن، دائرة الشحن هي اللي هتشحن. طيب احنا عايزين نوصل الوقت كده، وبعدين من حق كمان دائرة الصوت فيك تركب ديت 12 فولت، وفيك تركب الـ5 فولت، بس الـ5 فولت هتعوز منظم جهد من 12 لـ5 اللي هو 78.05. تمام، فالريجوليتور ده المنظم ده ممكن ياخد كهرباء زيادة يعني يخلص البطارية بسرعة، فاحنا هنخلي الـ12 فولت. تمام، وهنعمل لها المفتاح الفوليوم اللي فيها ده، البط اللي فيها ده هنشتغله ونجيبه بـ3 أسلاك بره. تمام، 3 رجول بـ3 أسلاك، وتاني مفتاح يعلي يوطي الصوت، هتفتحه على قدك. تمام، عشان ايه يعني يعلي الصوت ويوطي الصوت زي ما انت عاوز، لان لو ركبت ريت لسه هركب لها ريجوليتور وهيبقى فيلم هندي، فهنطول وهنركب مكونات كتير على البطارية، ومش عايزين نخلص ايه يعني مش عايزين نجهد البطارية زيادة عن اللازم. تمام، فاحنا هنركب الـ12 والبوت ده هنشتغله وركب الواحد بره يعلي يوطي. تمام، انا بس هجرب لكم الاول الدنيا كده الاول، والسماعه بتاعت الزون كده كده جوه السماعه اهي، والمحول جوه اهو. تمام، طيب احنا الاول هنجيب اسلاك المحول اهي الخارجه منه الـ12 فولت، عندنا الداخل بتاع الدايره اللي معايا ديت اهو، تمام كده هنحمل الأسلاك دي. تمام، هرجع بس احمل الأسلاك وارجع لكم تاني عشان ما اطولش الفيديو عليكم. كده دار التوحيد، وهذا الموجب الخارج والسالب الخارج. تمام، طيب لو وصلنا كده هنجيب الافوميتر على وضع 60 فولت حتى كفاية. تمام، هنوصل كهربة الترانز ولا سلكين خارجين منه كده اهو 12 فولت 59 أو 60%. تمام كده، طيب كده يبقى احنا معانا دايرة الشحن مظبوطة. بص يا باشا، دي البطارية الليثيوم. تمام، 12، ركزوا معايا، الموجب بتاع البطارية مع الموجب بتاع المحول، السالب بتاع البطارية مع السالب بتاع المحول. تمام كده، كده البطارية أساسا دلوقتي بتشحن وقت، خلي بالكوا كده هي كده واصلة على الشحن فكده بتشحن وقت. طيب عندك سلك السويتش، سلك السويتش هنجيب واحد منه كده على الموجب. تمام، وده السالب، سلك من السويتش واحد على الموجب ومعانا التاني اهو، والسلكين الأرض لوحده. طيب ده سلك الرصفر، الأرض بتاع الرصفر اهو على السلك بتاع المفتاح التاني على الموجب. تمام كده، وأرض الرصفر على أرض البطارية والمحول، على أرض البطارية والمحول الاتنين مع بعض. تمام كده، طيب عندك سلك الشاشة هناخد منها الكهرباء والأرض كده، هناخد منها الكهرباء والأرضي، الأرض مع الأرض برضو
الأحمر بتاع الشاشة هو الأول، الموجب، الأحمر بتاع الشاشة الموجب مع سلك المفتاح، مش اللي على الموجب والبطارية والمحول، لأ السلك التاني اللي هو داخل اللي جوه كده. أنا خدت الكهرباء بتاع الشاشة ولا الأرض بتاعها مع الأرضي اللي هو ايه بتاع البطارية وأرض المحول، تمام كده. كده عيد تاني، أرض المحول، أرض المحول مع أرض البطارية مع أرض الرصيفر، تمام كده. موجب المحول مع موجب البطارية، سلك المفتاح من السويتش على الموجب، والسلك التاني بتاع السويتش هيدي للشاشة ويدي للرصيفر، تمام كده. دايرة الصوت برضه هيبقى نفس الطريقة، سلك الموجب بتاع دايرة الصوت مع سلك الأرض بتاع البطارية والمحول، والموجب بتاعها مع سلك المفتاح اللي هو ايه عطر الرصيفر جوه، تمام كده. فاضل معانا وصلة الإيدي فيديو، الأرضي مع الأرض كله مع أرض الرصيفر وأرض البطارية وأرض المحول، الأرض بتاع وصلة الإيدي فيديو، تمام. مع الأرض التاني أهو، تمام كده. فاضل معانا وصلة الإيدي فيديو، احنا هنوصل دلوقتي اللوحة، هناخد الخط الأصفر واقول لك ليه، ان احنا معانا قناتين فيديو في الشاشه دي، واحده هنخليها للرصيفر الداخلي، واحده هنخليها ايه للرصيفر للكاميرات، او انت عاوز تيست تعمل تيست بره على اي رصيفر تاني ولا حاجه، تمام كده. فيتفضل معانا سلك الابيض اللي بتاع قناه الفيديو رقم 2 او رقم 1، مش فاكر انه فيهم اللي هو اصفر او ابيض، وسلكين اللي جايين من رصيفر الصوت اهم، دول اروح لدايره الصوت، اروح المدخل الان اللي مكتوب عليها ان التكبير عامه يعني، تمام. وعندك زي ما احنا قلنا الموجب بتاعها هيوصل مع الموجب بتاع المفتاح، والارض بتاعها مع الارض كله، تمام. هي كده المفروض شغاله دلوقتي. طب احنا لو وصلنا السفر دلوقتي كده، لو وصلنا الاشاره، هنجرب اشاره كده، هذا سلك الاشاره اللي احنا عملناه في دايره الزوم ورا، تمام، ولا المفتاح كده الرصيفر بيفتح، كده في حاجة غلط، نشوف التوصيل تاني، كده هنفتح كده الرصيفر بيفتح اهو، والشاشة فتحت والإشارة اشتغلت، تمام تمام كده. عاوز اقفل لكم الإضاءة بتاعة الموبايل عشان الإضاءة عاملة شوية على الشاشة، تمام كده. ده كله على البطارية دلوقتي، الفيشة اهي، أصبح كده الجهاز شغال اهو على البطارية، تمام. ده الباور اللي يفتح ويقفل، الاول نعلي الموت كده اهو، طبعا احنا ما بكلمناش دايرة الصوت، ويقلب، تمام. ناقص لنا بس دايرة الصوت نركبها، نجيب ريموت، تمام كده اهو، تمام كده الصوت شغال مظبوط 100%. طبعا ما فيش صوت لسه عشان احنا لسه ما كملناش جهاز الصوت، تمام. زي ما قلنا الشاشة اهي مظبوطة ما شاء الله 100%، تمام. طبعا بطارية ساعة الشحن، وكمان ال لسه دار الصوت هنركبها اهو، نفتح ونقفل كده الرصيفر بيفتح، شايفين الشاشة؟ ما هو حلاوة الشاشة دي ما بتفتحش الا اذا خدت اشارة من الرصيفر، ما بتجيبش اي صورة الا اذا خدت اشارة من الرصيفر، تمام كده. طيب كده الجهاز شغال مظبوط معايا،
مش فاضل معايا الا غير دير الصوت. دير الصوت لو انت هتركبها في السات فريندر، هتاخده على الاسطح وكده اللي بتبقى والكلام ده، عايز تركبها ركبها، مش عايز تركبها ما تركبهاش عشان توفر لك في البطاريه. تمام، فانت لو ركبتها طبعا هتجهد البطاريه، لازم تكون بطاريه امبير عاليه شويه انها تريحك بعد كده، هتعيش معاك كتير. انا بصراحه لسه ما جربتش هتقعد معايا قد ايه، بس هنركبها واجربها. تمام، سوا ركبت الكبيره او ركبت ليها 5 فولت. تمام طبعا عارفين دي 12 فولت ودي 5 فولت. انا كده 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 مش لازم لي صوت، لان طبعا هيبقى الفن عاوز يركب الباقه خلاص يظبط الاشاره عليه، فمش هيلزمه اصلا صوت. تمام، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ده كده الاول اهوت قبل ما نقفل الفيديو. تمام، وهنقفل بقى الاسلاك دي على كرتون كلها الاول طبعا، لان مش هينفع كده، لازم كل ده يتعمل. وقناة الفيديو التانية بتاع الشاشة هتقوم جايب الجاك الاصفر مثلا من الوصلة بتاع الشاشة ايه، هتقوم واخد الجاك الاصفر ده كده. تمام، عندك سلك اسود اهو وسلك اصفر الوصلة اهي. هتقول لي اعمل فيديوهات ايه؟ اقول لك هتجيب الوصلة البيضة كمان، لو انت هتركب الصوت هتجيب الوصلة البيضة زي دي كده بالظبط. مش هتركب الصوت خلاص، هينزل لنا صورة بس للتجربة زي ما احنا قلنا، للتست بس، للاختبار لأي كاميرات ولا أي حاجة. السلك الأسمر بتاعها هيركب مع الأرض كله، والسلك الأصفر بتاعها اللي هو المنتصف اللي هو الإشارة هيركب فين؟ هيركب على السلك الأبيض اللي خارج من الشاشة اللي لسه مركبش عليها حاجة اهو. لو انا ركبت كده دلوقتي هيديني قناة فيديو رقم 2. تمام، يعني لو قفلت الشاشة كده دلوقتي فتحت، هتلاقي الشاشة وهي بتفتح بتكتب لك رقم فيديو ايه، فيديو إيه، قناة فيديو رقم 1 او 2 اهي كاتبة 1 اهي. تمام، لو ركبت الشاشة التاني ده على الخط الابيض ده بيديك رقم 2، يبقى انت عندك قناة فيديو داخلية وقناة فيديو خارجية للكاميرات. تمام، انا ان شاء الله هعمل لكم نص تاني برضو في تجميع دائرة الصوت. لو كنت عايزين تركبوا دائرة الصوت ازاي، فانا هركبها لكم بكرة ان شاء الله واقول لكم بتركب ازاي. تمام، وهنعمل لها كمان برضو مفتاح فوليوم يعلي يوطي اسرع من الصفر. تمام كده هيبقى اسرع من هنا، بدل ما اعلي وطي من هنا بالزرار ديت، لا هيبقى المفتاح التاني اللي هو السويل المفتاح فوليوم او مقاومة متغيرة هيبقى سريع. تمام، هيبقى سريع في التعلية وتوطية. كده الشكل النهائي. طبعا هنقفل، احنا عاملين كل حساب كل حاجة. انا هفصل البطارية واقفلها لكم عشان بس ايه، هي كده البطارية اهو. لو انا فصلت البطارية كده كله فاصل اهو، اوصل تاني يا طبعا ثواني بس على ما يفتح اهو. تمام كده، سلك البطارية اهو في ايدي اهو، ركز كده اهو. انا هشتغل البطارية ولم لكم بس الدنيا جوه كده اهو. نفس الإشارة طبعا كل حاجة، والبطارية وكله كله هتحط في قلب جوه، فانت مش هيبقى نفسك أي حاجة خالص. هيبقى ده الشكل النهائي، التلفزيون زي ما كان على قديمه. تمام، بس احنا زودنا طبعا الطوق وزودنا الرسيفر وكل حاجة فيه. الجاكات اللي احنا قلنا عليها هنا، الأماكن كتير فاضية، هنركب ده من جوه. تمام، أو هتركبه كده أهو وهتلزقه لزق حلو. تمام كده هيبقى كده، والدبل هيركب جنبه. تمام كده، لو انت ركبت دير الصوت احنا طبعا هنركبها ان شاء الله. تمام كده، هيبقى معاك قناة فيديو برضه زي ما احنا قلنا للخارج للكاميرات ولا حاجة، او الرسوفر الخارجي تجرب عليه، وقناة الفيديو الداخلية واقول لك ازاي تعمل حاجة تفتح دي وتقفل دي. تمام، اقول لك تشغلها ازاي. رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتظر الجزء الثاني ان شاء الله في تجميع دائرة الصوت، انتظر ان شاء الله الجزء الثاني في تركيب دائرة الصوت له، دائرة التكبير او الصوت، ونشغل السماعة بتاعته. تمام، وكل حاجة يبقى الشكل النهائي زي ما احنا قلنا كده، وان شاء الله هوريه لكم في الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.